وقفة تترك أثرا هو عنوان بدأ بشهر رمضان المبارك ورح يكملوه أيضا جمعية الإرشاد والإصلاح الخيرية بعيد الأضحى المبارك. رح نحكي أكثر عن هالعنوان مع ضيفتنا لليوم نجوى نعمانة، نائبة رئيسة دائرة الإعلام بجمعية الإرشاد والإصلاح الخيرية الإسلامية. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، صباح الخير لكم لكل المشاهدين. يعني نفس العنوان بدأتوه بشهر رمضان وهلأ رح تستكملوا، صحيح. شو تفاصيل هالمشروع؟ هلا وقفة تترك أثرا، عادتها جمعية الإرشاد والإصلاح إنه كل سنة هي بتطلع شعار بالمناسبات الفطر والأضحى وذكرى المولد، فنحن كان عنا شعار السنة وقفة تترك أثرا. هلا لابد الانسان بحياته في كثير وقفات، نحن هلا رح نحكي اجمالا بمناسبه الاضحى عن ثلاث وقفات مهمين، وقفه ايمانيه، وقفه الخير، وقفه الفرح. بالنسبه للوقفه الايمانيه هي الحج، هذا هو موسم الحج هلا عيد الاضحى المبارك، فحتى بالحج بحد ذاته في وقفات كثير، هي مثل وقفه التلبيه لبيك اللهم لبيك، الطواف والسعي والاحرام، الناس كلياتهم بيكونوا بيشغل الانسان على باطنه اكثر من الظاهر لانه صار اللباس موحد. الوقوف بعرفة اللي هو التوبة، يعني فينا نقول الإنسان بينزل من عرفة إن شاء الله ذنوبه غفرت وبكفي بالطواف والسعي والحلق والتقصير لحتى يخرج من هذه الوقفات كلياتها كيوم ولدته أمه نقيا طاهرة من الذنوب. فبهالإطار جمعية الإرشاد وإصلاح كمان عنا حملة السلطان محمد الفاتح اللي كل سنة حوالي بين 100 و150 شخص بيروحوا معنا على الحج بخدمة مميزة، 5 نجوم، يعني بنحاول نقدم لهم أي كل وسائل الراحة ليقدوا المناسك بطريقة كتير حلوة وبراحة كبيرة، يعني هني يتفرغوا للعبادة ونحن بنهتم بالأمور التانية كلياتها. نعم. الوقفة التانية نحن عنا وقفة خير اللي هي تتمثل ببرنامج الأضاحي اللي جمعية الإرشاد والإصلاح مركزة عليه، وصار إن عمرنا 33 سنة تقريبا عم نشتغل بهالمجال، فمجرد ما نقول 33 سنة يعني صار في عنا تراكم للخبرات بهالموضوع من ناحية التنظيم والإعداد، تحضير المسلخ اللي يكون بطريقة صحية. كم عائلة تقريبا نحن بنوزع 12,000 حصة بكل مراكز الجمعية بلبنان، يعني احنا عنا بفترة العيد؟ يس اي نعم، فعنا بمركزنا ببيروت وعرمون طرابلس عكار بعلبك عرسال الفاكهة، في عنا كمان بكفر شوبة حديثا. هو الأشخاص انتو كيف بتوصلوا لهم؟ هن بدقوا بابكم انتو بتعملوا داتا؟ شو هو البرنامج الأضاحي أو بالأحرى التعريف عنه؟ نحن كجمعية إرشاد وإصلاح بننفذ هالبرنامج بناء على طلب المضحين. بيجي حيالله شخص بيقول أنا بدي ضحي، يعني عم بيوكلنا إنه نحن نستلم على عملية الذبح، هو بياخد الحصص أو بترك لنا نحن لنوزع، فلأنه هي من السنة ثلث تقسيم الأضحية، ثلث للمضحي وثلث بوزع على أقاربه وثلث للمحتاجين. نحن هون عم نتولى عملية الذبح والتوزيع، هو بيجي بياخد حصاته وهو بحب يمكن يوزع لأهله لمعارفه للمحتاجين. الحصص اللي بترك لكم إياها أنتو بتهتموا بتوزيعها؟ نحن بنهتم بتوزيعها، قد تكون هدايا أو كمان للمحتاجين. كمجموع نحن تقريبا عم نوزع 12,000 حصة بكل مناسبة، يعني اللي كيف تطور عملنا، بلشنا بال 84 كنا 17 خروف نذبح، هلا صرنا 2500 تقريبا. اوكي، هيدي وقفة الأضاحي. بعدين نعم وقفة هذا كوقفة الخير، كمان في عنا توزيع كسوة العيد وهدايا العيد للمحتاجين، لأنه نحن عم نحاول يعني كونه عيد لحتى الناس كلياتها تفرح، يعني كلياتهم عم يفرحوا صار في عندهم عم ياخذوا حصص اللحوم، وهي كمان فرحة العيد بالتياب. وهون بحب نوه انه جمعية الإرشاد والإصلاح بتوزع لحم خلال السنة كلياتها من خلال لحوم النذور والصدقات، يعني لا تقتصر بس على الأضحى، انما مثل ما بيقول المشروع الكبير هو هلا بالأضحى. اوكي، الوقفة الثالثة هي وقفة الفرح، يعني انت وقت اللي بتقولي عيد بتدغري بتخيل يعني بالأحرى بيتبادر لذهنك الفرح، نحن عم نحاول نفرح كل الناس من خلال السنة، عاملين مهرجانين ببيروت وبيعرمون. ببيروت عنا المهرجان حيكون ب وسط بيروت رفيق حريري بارك مقابل أوتيل الفور سيزن، أرض كتير كبيرة فيها كتير ألعاب إكستريم سبورتس، ألعاب نفخ، ألعاب كيرمس. عم نشوف هلأ من السنين الماضية يمكن؟ نعم صحيح، نفس المطرح؟ لا، السنة الماضية كان بأسواق بيروت، السنة على الواجهة البحرية. أوكي، رح يكون ألعاب كتير متنوعة وبياخدوا فينا هدايا، يعني في عنا كمان عروض مسرحية لميني ستوديو،
كل سنة بيشاركوا معنا في فقرات تفاعلية أسئلة وأجوبة، الولاد بيربحوا هدايا فكتير حلو. هذا المهرجان حيكون أول وثاني وثالث يوم العيد من 5 بعد الظهر للساعة 10 لكل العائلة. يعني كمان في عنا فود كورتس، يعني بيجي الأهل مع أولادهم في محل يقعدوا هني يتسلوا، زوايا متعددة حيكون في هيك شوية زوايا عروضات. وعنا كمان مهرجان بعرمون بمركز الجمعية شارع الحسن، مركز الحسن بعرمون، مهرجان كمان كتير وألعاب كتير متنوعة مشابه لبيروت. في هذا المهرجان قديش بيستمر؟ كم ثاني وثاني وثالث ورابع يوم العيد، يعني ثلاثة أربع خميس، أربع خميس جمعة. تاني وتالت ورابع. أوكي. من الساعة 3 للساعة 10 بالليل كمان في عروض مسرحية من الساعة 4 للساعة 6 ومن 7 على 9. في زاوية معرض بالونات هيليوم طبع على الماجز والبلوز. وكمان بياخدوا هدايا مع ألعاب الكيرمس، يعني مع كل الألعاب اللي عم يكون في عندهم هدايا. وعلى بطاقة الألعاب في سحب اللي هو هدايا عينية مثلا أو دراجات هوائية وأشياء كثير متنوعة. والهدف يمكن أنه تتوجهوا للولاد لحتى يتعودوا على الاحتفال بالعيد. صحيح. من هن وصغار. أحياء سنة العيد، نحن أحياء سنة الفرح بالأعياد، ونحن بهالمجال عم نحاول ندخل فرح على كل قلوب كل الولاد. يعني مثلا في عنا نستقبل الولاد الأيتام يعني بدون أي بطاقات دخول، يعني نحن مندخلهم لأن بدنا العيد يكون الفرح للكل، يعني يشملهم هن يشمل كل أياتهم. فعنا حوالي 1500 طفل نحن بنستقبلهم من اللي عندهم أوضاع خاصة يعني، ولحتى اللي يفرحوا معنا. كثير منيح سيدة نجوى نعمان، نحن أول شيء منعيدكم نشكر حضوركم، يعطيكم ألف عافية. نحن نستقبل الأضاحي اللي بيحب يضحي. هلأ نحن من هلأ لثالث يوم العيد بنضل مستقبلينهم، وعلى رقم التليفون 01-30-40-25. أهلا وسهلا فيك نجوى نعمان، نائبة رئيسة دائرة الإعلام بجمعية الإرشاد والإصلاح الخيري الإسلامية. ينعاد عليكم. أهلا وسهلا فيك. رح نتابع حلقتنا وننتقل إلى مهرجانات بيت الدين مع عرض سيركوبوليس. الفرقة الكندية قدمت عرض موجه لمختلف الأعمار، تضمن رقص، موسيقى، ألعاب خفة وحركات أكروباتية ضمن قالب مسرحي. تقرير. أكثر من 6 سنوات تألف عرض سيركوبوليس لفرقة إلويز، ومن وقتها لليوم وهو عم بجول عواصم العالمية وصولاً إلى لبنان. 11 فنان على المسرح ما بين موسيقيين رائسين ومحترفي ألعاب بهلوانية وعروض أكروباتية على أنواعها، ختموا فعاليات مهرجانات بيت الدين الدولي لصيف 2018 من بعد ما كان له الجمهور اللبناني موعد مع برنامج منوع مثل زياد الرحباني، كارلا بروني، كاظم الساهر وغيرهم. فبالسحر الموسيقى الشعر والجمال اختتم المهرجان أمسيته الفنية العريقة. L'idée générale du spectacle c'est de montrer que même dans la vie de tous les jours on peut trouver un moyen de s'amuser, de s'épanouir, profiter de la vie et ne pas rester monotone dans un travail qui ne nous plaît pas ou dans une situation qui ne nous plaît pas. So here playing outdoors we have nature to work with, humidity, we have but it's the most beautiful, beautiful setting to play, and we're really excited to play here. C'est un rendez-vous obligé. C'est d'abord le lieu est splendide, et puis le programme est toujours excellent, grâce à Nora Jomblat et à toute l'équipe qui y travaille. Voilà. طبعاً مهرجانات بيت الدين، مهرجانات تاريخية وعريقة ومهرجانات تعطي صورة كتير حلوة عن لبنان. ومحطة لنا كتير مهمة بالنسبة للرفاهية والتسلية والثقافة. أنا كتير بحب أحضر سيرك في المهرجانات. سيركوبوليس غير مفهوم السيرك التقليدي، فمزج العروض الفنية والبصرية بين بعضها، ارتكز على حركة الفنانين والعروض البصرية خلفهم لخلق عرض مزج الشعر، الموسيقى والخيال، ليحكي عن الحب، الشغف والأحلام اللي ممكن أنها تتحقق بإطار ساحر ليالي مهرجانات بيت الدين الدولية، اللي أغلقت أبواب السنة لتفتحهم السنة المقبلة مع برنامج جديد. الكل اللي ما إجا السنة بلكي السنة الجاية بلحق وبيجي وبتفرج، بنصح يجي من الصبح كمان ليتمتع بطبيعة الجبل، شوف محل ما المنطقة الحلوة.
J'ai trouvé un peu d'espoir en voyant tes yeux briller dans le noir, de te voir surgir de l'ombre. شيء لبنان بيفتخر فيه اكيد لانه فيها كثير تنظيم من السياحه والثقافه وبيجمعوا الناس ببعضها وبينموا الاجتماع. شيء كثير حلو بس انا عارف انه اللبنانيه بقلبهم حصره مش عم يزبطوا، لازم يكون كل لبنان هيك. لبنان حلو، لبنان حيضله عايش ولازم اهله يقدروا هيك نشاطات حتى كل العالم يرجع لبنان لقلقة الشرق. اذا انا فيني كون مبسوط ببيت الدين رح كون مبسوط بحياتي. متابعين معكم وأكثر من نصف قرن والشعارات نفسها ومع كل عدوان جديد، وقف إطلاق نار واتفاق هدنة ويا ناس عدوا. غارات جوية ترافقت مع صمت دولة وأقليمي ما غير عادته. عدوان غزة تزامن مع الذكرى العاشرة على رحيل شاعر الانتفاضة محمود درويش، وتكريما لذكرى أطلقت الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم كرسي الشاعر محمود درويش خلال احتفال بقصر اليونسكو. بكل هالمأساة منردد مع محمود درويش سلاما على كل من مر على جرحي ولم يلقي التحية. تقرير لزميلتنا مريم الحاج. سقط القناع والله غمس باسمك البحري أسبوع الولادة واستراح إلى الأبد. كن أنت، كن حتى يكون. لا لا أحد يا خالقي في هذه الساعات من عدم تجلى. لعل لي ربا لأعبده، لعل علمتني الأسماء، لولا هذه الدول اللقيطة لم تكن بيروت ثكلى. عندما سئل محمود درويش هل تحب بيروت قال: لم أنتبه، فنادرا ما تحتاج إلى التأكد من أنك في بيروت، لأنك موجود فيها بلا دليل وهي موجودة فيك بلا برهان. عقد من الزمن مضى على غياب الشاعر الفلسطيني محمود درويش، وحضور العالم والعربي واللبناني والبيروتي يتجدد ويتفاعل مع مرور السنوات، فكانت المبادرة من المدينة اللي عشقها شاعر الأرض أي الاحتفال بذكرى غيابه العاشرة وإطلاق ما يسمى كرسي محمود درويش للأدب والشعر. مبادرة هذه، مبادرة الكرسي، هو مثل ما حكينا هو تعبير رمزي في الجامعات. على صعيد الجامعات العربية للحقيقة تأخر مثل هذا العمل، وهناك مبادرة على صعيد العالمي قامت فيها جامعة بروكسل لإطلاق كرسي محمود درويش. فجامعة MUBS أخذت هذه المبادرة لأنه حق علينا أن نفي محمود درويش كل هذا العطاء وهذا الزخم لأعطاء لأجيالنا. أظن أنه محمود درويش ألهم شباب الفلسطيني والشباب العربي أيضا، ولذلك أن يكون له كرسي أكاديمي في أحد الجامعات اللبنانية هو شيء مميز ويلهم إن شاء الله الأجيال القادمة على متابعة المسيرة. محمود درويش والذي تكرمه بيروت اليوم بعد 10 سنوات على غيابه، صحيح أنه غاب جسدا ولكنه بقي حاضرا في أذهان وعقول ليس فقط بيروت ولكن كل العرب. أحلم إلى خبز أمي وقهوتي ولمسة أمي.
حفل إطلاق كرسي الشاعر محمود درويش جرى بقصر اليونسكو ببيروت برعاية وزير الثقافة الدكتور غطاس خوري وبدعوة من الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم، وقد أشرفت لجنة متخصصة على إطلاق الكرسي ومتابعتها بتضم نخبة من أهل الفكر. الحفل يلي تخللوا كلمات ألقيت بهالمناسبة اختتم مع الفنانة سمر كموج بأجمل ما تغنى من قصائد محمود درويش. بعتقد محمود أعاد للشعر كثير من وهجه اللي خبى، أكد على مصداقيته. كل اللي كانوا يقولوا أنه محمود طلع على رافع أيديولوجية وعلى المقدس الفلسطيني، يعني بيّن قولهم قديش هاش، لأنه 10 سنين من غياب محمود ما زادوا إلا حضور في هذه الأرض وترسخ بذاكرتنا، ولذلك نحن اليوم لنقول له لمحمود شكرا على كل شيء عملته. لدينا شاعر رائع، إنه عشرات الدواوين، 8 كتب، أفكار كتير مهمة وعميقة، يعني مش من الشعراء العاديين. وهو دخل الحداثة على الشعر العربي، هيدي ما بدنا ننسى، دخل الرمزية. محمود درويش عبر عن ألمه، عن سخطه، عن غضبه وعن ثورته العارمة وعن إيمانه بالقضية. لذلك نحن نعتبر أنه خلد القضية بشعره، وأيضا القضية خلدت شعر محمود درويش. كيف أكتب فوق السحاب وصية أهلي وأهلي يتركون الزمان كما يتركون معاطفهم في البيوت، وأهلي كلما شيدوا قلعة هدموها لكي يرفعوا فوقها خيمة للحنين إلى أول الناس. محمود درويش كان يقول بأنه بالشعر نستطيع أن نسترد المفقودات من وطن وعائلة وتراب، وهو بالفعل استطاع أن يسترجع باللغة كل الأشياء اللي فقدناها. لذلك واجب على كل وطن عربي أن يقتدي بمحمود درويش ويضع نتاجه المعرفي أمام الطلاب والمجتمع. هذا الهواء الرطب لي واسمي، وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي، أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي. أنا لست لي، أنا لست لي. نحن منكون وصلنا مع هالتقرير لختام حلقتنا، وبيبقى بس الأخبار الرياضية. بكرة أكيد حلقة جديدة بتمام الساعة 7:30، كونوا على الموعد. باي. أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا تحذير أخير إلى نيجيريا وغانا بإمكانية تعرضهم لإيقاف النشاط الكروي على مستوى الدولي هذا الشهر بسبب التدخل الحكومي في عمل اتحاد اللعب المحلي. وقال الفيفا أن الاتحاد النيجيري يجب أن تتم إدارته عن طريق الرئيس المنتخب في 2014 وباقي أعضاء اللجنة التنفيذية. وأضاف الفيفا ببيان قرر مجلس الفيفا بأنه بحلول الاثنين 20 أب أغسطس 2018 الساعة 12 بتوقيت وسط أوروبا، لو لم تعد إدارة الاتحاد النيجيري لكرة القدم إلى اللجنة التنفيذية الشرعية للاتحاد النيجيري تحت قيادة الرئيس أماجو ميلفين بينك، فأن الاتحاد النيجيري سيتعرض للإيقاف بشكل فوري. وتابع سيتم رفع الإيقاف فقط عندما يؤكد الاتحاد النيجيري تحت قيادة الرئيس أماجو ميلفين بينك والأمين العام محمد سانوسي أنه بات يسيطر مجددا على الاتحاد النيجيري ومقره. وأكد الفيفا أن أي عقوبة لن تؤثر على منتخب نيجيريا الذي يشارك حاليا في كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة في فرنسا، لأن المسابقة انطلقت بالفعل. وستتعرض غانا لإيقاف هذا الشهر إذا لم يتم سحب دعوى قضائية ضد حل اتحاد الكرة المحلي. وقال الفيفا أن الطلب المقدم من النائب العام إلى المحكمة العليا لبدء عملية حل الاتحاد الغاني لكرة القدم يعد تدخلا في عمل الاتحاد، وهو ما يتعارض مع لوائح الفيفا. وأضاف أن مجلس الفيفا قرر أنه إذا لم يتم سحب طلب حل الاتحاد الغاني قبل يوم الاثنين 27 أب أغسطس الحالي الساعة 12 بتوقيت وسط أوروبا سيتعرض الاتحاد للإيقاف فورا. وتابع الإيقاف سيتم رفعه فقط بعد سحب الطلب المذكور سابقا وحصول الفيفا على دليل كتابي على ذلك.
انطلقت منافسات كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة عبر مباريات الدور الأول والتي جمعت أبرزها بين أستون فيلا وبويفول، وكانت صحيفة مرر عم تستعرض بمناسبة قرب الانطلاق للبطولة أبرز المتغيرات اللي طرأت عليها هذا الموسم على الشكل التالي: أولا إلغاء الشوطين الإضافيين، حيث يأمل المسؤولون من خلال هذه الخطوة تجنيب لاعبي الفرق المشاركة الإرهاق وتشجيع الفرق على إشراك تشكيلات قوية من خلال الاحتكام لركلات الترجيح مباشرة فور انتهاء الزمن الأصلي للمباراة. العودة إلى نظام الـ ABAB في الموسم الماضي، لجأ المسؤولين للاستعانة بنظام ركلات الترجيح الجديد ABBA في كأس الرابطة، والذي ينص على أن يسدد الفريق صاحب الركلة الثانية ركلتين متتاليتين قبل ما يقوم خصمه بتسديد ركلتين أيضا، وهو نظام يقال أنه أربك المشجعين ليتم اللجوء مجددا للنظام القديم واللي هو ركلة بركلة. إلغاء التصنيف، في السابق عمد المسؤولون إلى تصنيف فرق الدوريين الأول والثاني إلى قسمين قبل إجراء القرعة، وهو تم إلغاء هذا الموسم رغم الاحتفاظ بنظام التصنيف على اعتبار شمالي وجنوبي. التخلي عن الفيديو، حيث تمت الاستعانة بتقنية الفيديو المساعد للتحكيم في دور نصف النهائي والمباراة النهائية الموسم الماضي، لكن الموسم الحالي سيشهد غياب تام لهذه التقنية. وأيضا فصل البطاقات الصفراء، قبل الموسم الحالي كان يتم حرمان كل لاعب يحصل على 5 بطاقات صفراء بكافة مسابقات الموسم من اللعب في المباراة المقبلة بالدوري، وتم استثناء مباريات كأس الرابطة من هذه القاعدة في الموسم الجديد.